في مثل هذا المكان في مناسبة سابقة في الانتخابات السابقة، كان لنا وقفة هني حذرنا فيها من صراع الأقطاب اللي راح تكون ساحته قبة عبد الله السالم. وهذا الصراع حسم في الانتخابات قبل الوصول إلى قبة عبد الله السالم. اليوم أنا في ظني أن هذا الصراع ممتد ولكن بصورة أخرى، والحين بقول لكم شلون وجه أو شنو وجه هذا الصراع. احنا اليوم في أعتاب صفحة جديدة في عهد جديد، والعهد الجديد معناته أمير جديد الله يحفظه، رئيس وزراء جديد، حكومة جديدة، وانتخابات جديدة لتشكيل مجلس أمة جديد وولي عهد جديد. في 19/12/24 هو الموعد الدستوري اليوم الأخير لتولية ولي عهد لدولة الكويت. ومثل ما أنتم عارفين في المادة الرابعة من الدستور يزكي الأمير ولي العهد ويبايعه المجلس في جلسة خاصة، والموافقة تحظى بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. والمبايعة مو معناتها أن الأعضاء مطلوب منهم أنهم يوافقون دستوريا، حقهم الدستوري، أمامهم ثلاث خيارات: الموافقة وغير الموافقة والامتناع. هذا الرقي في دستور دولة الكويت اللي كتب في 62، إحنا الكويت دولة وراثية الحكم فيها وراثي، لكن حالة نادرة بأن الحكم وراثي ولكن الشعب يساهم في اختيار أمير المستقبل. لذلك هناك من سيحاول أن يتكسب من هذا الاستحقاق الدستوري القادم، إما بإنزال بعض المرشحين أو بالنزول بنفسهم. وإحنا من خلال قراءة الساحة وخلال قراءة الأسماء نعرف أن هناك من سيحاول أن يتكسب من هذا الاستحقاق الدستوري اللي المفروض في أن ممثلين الشعب سيختارون ويبايعون ولي العهد وفق المصلحة العامة، وفق ما يمليه عليهم أو ما يمليه عليهم ضميره والمصلحة العامة للشعب ولدولة الكويت. الآن احنا بعد الانتخابات إن شاء الله راح تتشكل حكومة جديدة، وهذه الحكومة اللي قصيرة العمر اللي طافت، وكانوا كل الناس يتوقعون أن عمر الحكومة قصير، لكن رئيس الوزراء كان يقول ما كنت أنا مو جاي، لي تاريخي ما يسمح، وتبين أنه حكومة مؤقتة أو حكومة حل. أنا أعتقد رئيس الوزراء الحالي هو سبب الحل باختياره حكومته اللي تخلو من السياسيين. حكومته ما كان فيها سياسيين يعرفون أو عرفوا أنهم يتعاملون مع الموقف ومع جلسة الرد على الخطاب الأميري اللي أدت إلى حل مجلس الأمة. عادة نواب رئيس مجلس الأمة المعنيين بالتعامل مع المجلس والنواب والرئاسة يحتوون هذه المواقف ويجنبون أزمات، لكن اللي صار أن حكومته وقفت عاجزة ما قدرت تسوي أي شيء مما أدى إلى حل المجلس. وإحنا اليوم نقول له يا أبو صباح الفترة الجاية الاستحقاق كبير عليك. الإحباط اللي يشعر فيه الناس واللي إحنا نشوفه بالدواوين أنت المسؤول عنه مو إحنا. التذمر اللي نشوفه ونسمعه من الناس في الدواوين أنت المسؤول عنه مو إحنا. رفع مستوى معيشة المواطن أنت المسؤول عنه مو إحنا. ملفات معيشية مثل الإسكان وغيره والتعليم أنت المسؤول عنه مو إحنا، ومع هذا إحنا اللي قاعد ناخذ نصيب من التذمر والإحباط بالنيابة عنك. فبالتالي أنت اللي راح تواجه هذه الملفات في القادم من الأيام، ونتمنى أنك تشكل حكومتك بعناية، لأن عندك أنت وقت من الحين إلى يوم الانتخابات وما بعدها بأسبوعين، وأنت أوردي المفروض عندك بنك للمعلومات للشخصيات اللي تنفع أن تتقلد
أعضاء الحكومة والوزراء من اليوم ما تتفاجأ في الوقت. خلنا من 2016 خلنا ناخذ يعني رئيسين هم في هالفترة هذه، رئيسين، واحد كان أقصى اليمين واحد كان أقصى اليسار، لكن حصل على نفس الانتقادات، وكنا نعتقد أن أحدهم يبي يحل المشكلة، فتبين أن منصب يعني رئيس المجلس ما قدر يحل الكثير من المشاكل، بالإضافة إلى الاحتدام اللي صار في الجلسات وفي الفترة الأخيرة. لذلك احنا نتمنى ان يعني نستكمل العهد الجديد بكل المناصب الجديدة، نتمنى ايضا ان يكون عندنا رئيس جديد، بس مو اي رئيس، رئيس عنده خبرة سياسية وعنده ويقدر على التعامل مع الحالة السياسية والمجلس ان شاء الله، اللي كانت بتمني قضية المتقاعدين ولد عمي طبعا راح اتمناها، وبالعكس راح اعتمد على تجمع حقوق المتقاعدين والمتقاعدين بشكل عام، واساسا مطالبهم تحقق بجرة قلم، وهذا للاسف الحكومة الكثير من المطالب اللي كانت تقدر تسويها بقرار وزاري مثل تأمين عافية لربات البيوت، وفي قانون تأمين عافية اخر مادة فيه وزير الصحة يحق له ان يضيف اي فئة يراها مناسبة، لكن يعني أعطى المجلس وقعدنا جلسة كاملة نناقش تأمين ربات البيوت، وبالتالي ومناقشة وغيره، وبالتالي كلهم وافقوا في استحقاقات كثيرة، رفع مستوى المعيشة وغيره، كلها تصير في بقرارات وزارية ويجنبنا يعني احتدام وصراع وغيره، وحتى يختصر لنا الوقت.